اهلا وسهلا ابو يوسف، حياك الله. بمشي يعطيك العافيه. الله يعافيك. يقول لك اذا تحب شخص اهديه رمانه. ما شاء الله، اشتهيتك في رمانه ابو يوسف. هديه مقبوله، تسلم ايدك. تخيل انا كنت محتاجها بمحسن. مش عارف ليه حاسس كده ان كرات الدم الحمراء بتاعتي عايزه حاجه حمراء. والله انت ابو يوسف ما ادري ايش اقول لك، والله احسك صادق. ابو يوسف انا اليوم منزل موضوع عن الهديه. جميل، انا شفته بصراحه وعجبني. حلو، وش تعليقك على البرود الهديه؟ البرود رده الفعل في الهديه او كيف مفترض تصير؟ شوف، الهديه ديت كانها بذور. جميل. انت بتغرزها في الارض. حلو، اما تبص تلاقي نتاج بذورك ديت طرح ونبت، عايز تزرع تاني وبتحصل فرحه وبتحصل سعاده. يا سلام. فانت ما بتدي صديقك او صاحبك هديه كانك بتزرع فيه حب وموده ورحمه، المفروض تجني الثمار ده. لو انت ما حسيتش بردة الفعل انك هتجني منها حاجة، كأنك بتزرع في ارض بور، بتصاب بحالة من حالات الاحباط واليأس وخيبة الامل والرجاء في صديقك دوت، وده بيؤدي الى النفور، بتنفر منه لا ارادي. جميل. يعني انت مش قاصد، بس انت احساسك انك زرعت ورد وحصدت شوك، دي صعبة قوي يا ابو محسن. يا سلام. يعني ام يوسف لما كانت تهديك، ابو يوسف كيف كنت؟ كانت في قمة سعادتي، كفاية انها خدت حيز من تفكيرها انها تدور لي على هدية. كون انك تاخد حيز من تفكير انسان ويبحث انه يسعدك، دي في حد ذاتها سعادة كبيرة. الله يسعدك يا ابو يوسف. يسعد أيامك. والله انا من يعني انت جاري في المكتب، فهذه من سعادتي يا ابو يوسف. يسعد ايامك يا سبيل السعاده والتفاؤل حبيبي. انت حبيبي يا ابو محسن.